حالة من القلق قد تنتاب الكثيرين بمجرد الإعلان عن تعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية، خاصة في ظل التحذيرات المستمرة من قبل العلماء عن مدى تأثير هذه العواصف على فئة من البشر صحياً. تضرب العواصف المغناطيسية الأرض بشكل دوري، فغالباً ما يتم الإعلان عنها من قبل العلماء في المتوسط بين 5 إلى 6 مرات في السنة الواحدة، ويمكن للعاصفة الواحدة منها أن تستمر لعدة أيام متتالية. ورغم أن هذا النوع من العواصف لا يشكل خطراً جسيماً في غالب الأمر على الأرض، إلا أنها قد تكون سبباً في تعقيد حياة بعض الأشخاص ممن يعانون مشكلات صحية. لم يتفق الخبراء والعلماء حول رأي موحد عن مدى خطورة العواصف المغناطيسية على حياة الناس، إلا أن نتائج بعض الدراسات أظهرت تزايد الوفيات وحالات احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بحدود 20% في فترة نشاط العواصف المغناطيسية. كل هذه التكهنات حول تأثير العواصف المغناطيسية على حياة البشر ومع ترددها على الأرض من وقت لآخر دفع البعض إلى طرح العديد من الأسئلة عنها وعن تأثيرها وعن المواعيد المقبلة المرتقبة لحدوثها، والأهم هو كيف نحمي أنفسنا منها.